فقراتنا النهارده هنبداها معاكم مع صانع المحتوى او البلوجر عدي ابراهيم، مقدم برنامج الماجستيرا، واللي هنتكلم معاه عن عالم السوشيال ميديا وصناعه المحتوى وازاي نقدر نقدم برنامج متميز وافكار جيده ومختلفه. هنعرف منه كمان كواليس البرنامج بتاعه وردود الفعل عليه وتفاصيل تانيه كتيره. اما فقرتنا التانية فهينورنا فيها دكتور احمد شاهين، خبير علم الفلك والابراج، واللي هنتكلم معاه عن الابراج واخبارها في السنه الجديده وايه هي الابراج اللي هيحالفها الحظ في السنه الجديده، وده في نطاق العمل والماده، وتفاصيل تانيه كتير عن الابراج والفلك هنعرفها في فقرتنا النهارده ان شاء الله. هنروح دلوقتي نشوف ابرز الترندز الموجوده النهارده واللي بيدور عليها المصريين على السوشيال ميديا، ونرجع نكمل كلامنا. طبعا شفنا في الترندز او في الهيدلاينز خبر عقد قران الفنان الجميل حسين الجسمي، حبيب مصر واللي بجد بجد بيحب مصر قوي من قلبه، وخلينا كلنا نحبه جدا جدا جدا، بنبارك له وبنتمنى له طبعا حياه سعيده جديده ان شاء الله يا رب. خلونا نبدا معاكم اخبارنا بخبر مهم من هيئه الدواء المصريه اللي حذرت امبارح من تقسيم حبوب الدواء بالسكين او بلع الحبوب المكسره او هرس الحبوب وادابتها وتناولها كمشروب، وده طبعا بالتوازي مع موسم الشتاء والمعروف بالاصابات الفيروسيه ونزلات البرد الكتيرة واللي بتخلينا ناخد أدوية بشكل متكرر وكبير. طبعا هيئة الدواء قالت إن كل دي ممارسات شائعة بين كتير من المرضى، ولكنها ممارسات قد يكون ليها مخاطر كتيرة، وده طبعا ناس كتير مننا ما يعرفوهوش أو أول مرة يسمعوا عنه. خلونا ناخد اتصال هاتفي من دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، ونعرف منه إيه الخطوات اللي لازم ناخد بالنا منها أثناء تناول الأدوية وإيه الحاجات اللي نبعد عنها. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد يا استاذ ياسمين، صباح الورد على الساده المشاهدين. لو تقول لنا كده ايه ابرز الاخطاء اللي بنعملها واحنا بناخد الادويه ومش عارفين ان هي غلط؟ هو طبعا زي ما حضرتك اتفضلت وقلتي القصه كلها ان في ناس كتير بتجيب القرص وتدوبه في ميه او بتجيب اي اله سكين او غيره وتقسم القرص وتاخد الجرعه بتاعتها زي ما هي عايزه. طبعا دي ممارسات خاطئه كبيره جدا، واحيانا بتعمل مشاكل كبيره جدا صحيه، وفي الغالب الدواء نتيجته فعاليته بتقل بنسبه كبيره جدا. طب مشاكل صحيه زي ايه يا دكتور؟ هقول لحضرتك، يعني مثلا بيبقى في بعض الحاجه في الادويه اسمها عليها كسوه معويه. كسوه معويه دي بتبقى حاجه اسمها انتير كوت التابلت، بيبقى محطوطه على القرص من بره عشان تحمي القرص. غلاف. غلاف بيحمي القرص، هو موجود في المعده عشان الحمض الانزيمات بتاعت المعده ما تهضمش
تأثر على امتصاص الدواء عشان يحصل له امتصاص في منطقة معينة. بمعنى ايه؟ في مثلا الاعراس اللي لها كسوة معوية ديت بتحصل ليها امتصاص في الامعاء الدقيقة. عشان يحصل لها امتصاص في الامعاء الدقيقة بتمر في الجهاز الهضمي في المعدة، فلازم احميها بهذه الكسوة. طب لو انا كسرت القرص او دوبته في مية وشربته، يبقى انا فقدت جزء رئيسي جدا من حماية القرص. فبالتالي ما بيحصلش امتصاص ليه. فالواحد لو عنده قرحة مثلا زي ادوية مثلا في بعض الادويه مثلا الخاصه بجهاز الهضم، قرح المعده او قرح الاثنى عشر دي، لازم يحصل لها امتصاص في جزء معين. لو انا كسرت القرص فانا فقدت هذه الخاصيه. طب ما احنا بنشوف اقراص يا دكتور متقسمه نصين، يعني دي قصدي دي اسمها، بص يا فندم، اسمها اقراص قابله للتقسيم، حتى يعني مكتوب على قابله للتقسيم تبقى سكورد في النص، بتبقى سكورد. ودي ممكن تبقى اعراض في الكوتد عاديه جدا ويحصل امتصاص في اي مكان في الجهاز الهضمي، مفيش مشكله. لكن لما يكون عندي مثلا حاجه، مثلا في الناس برضو بتبقى فاهمه ايه، ان الكور اللي جوه القرص ديت يحصل امتصاص في اي مكان وبالكميه المطلوبه. لا، ده في بعض الانواع يا فندم الادويه بتبقى مالتي لاير. بمعنى ايه؟ ان انا بعمل كذا لاير على القرص، فاول لاير بتتفك بيحصل امتصاص رابد بسرعه عشان يجيب نتيجه بسرعه، وباقي اللايرز الموجوده، باقي الطبقات الموجوده بيحصل ليها ريليز من الماده الفعاله في الجهاز الهضمي على مدى فترات متباعده من الساعات عشان تقدر تغطي الجسم طوال فتره فعاليتها. لو انا كسرت القرص فقدت هذه الفعاليه. فالناس مثلا يعني بعض اقراص، بعض الاكياس اللي هي بتدوب بتاعت المسكن اللي بياخدوه الاسنان وغيره، هو بيجيب الفوار يحطه في ميه، مش بيدوب، مش بيفور، بيحط الفوار في البودره في ميه وبيمضمض بيها، ما بيشربهاش. لا يا فندم، مش كده. اكيد طبعا. ما ده غلط. اكيد. طيب بعض مثلا الحاجات، البخاخات، بخاخات التنفس، لازم حضرتك بعد ما تاخد البخاخه بتاع، بالذات البخاخات اللي فيها كورتيزون، لازم امضمض كويس عشان ما اسمحش بنمو الفطريات. اكيد طبعا. بعض الحاجات الثانيه زي التتراسايكلين مثلا، ممنوع شربه مع لبن، سيبروفلوكساسين مثلا مضاد حيوي شهير جدا، ممنوع شربه مع حاجات فيها لبن او كالسيوم، بل بالعكس ده احيانا بيطلب من مقدم الخدمه الطبيه، بيطلب من المريض ما يتعرضش للشمس عشان ممكن تعمله مشكله كبيره. اوكي. فبالتالي طيب، الموضوع محتاج توعيه ومحتاج ثقه في مقدم الخدمه الطبيه. وارجع اقول والله يا جماعه، القرص ده يتاخد امتى؟ الاكل يا فندم. في اقراص لازم تتاخد قبل الاكل بساعه. طيب، واحنا بنتكلم على التوعية يا دكتور، خلينا نروح للبرد. الناس اللي بتاخد مجموعة البرد اللي منتشرة، والصيادلة اللي بتروح لهم تقول لهم أنا عندي برد، فبيقوم عامل لك إيه، مجموعة كده وتوليفة كده على كيفه، يعني زي ما بيقولوا. إيه رأيك في الموضوع ده، وتوعي الناس وتنصحهم؟ على مسؤوليتي، على مسؤوليتي، صيدلية مصر امتنعت تماما عن موضوع القصة بتاعت مجموعة البرد اللي موجودة في كيس دي، وحقنة البرد كمان. خطأ علمي قاتل وتحبيشه مش موجوده في اي دوله في العالم الا في مصر كانت موجوده. والحمد لله مع الوعي الصحي للناس والتدريب ودور الصيادله، الحمد لله قدرنا نمنع موضوع مجموعه البرد. حتى حقنة الثلاثه واحنا اتكلمنا فيها قبل كده يا فندم، برضو من الحاجات الخطره. اقول لحضرتك على حاجه، دواء شهير في السوق يستخدم فيه، لون الشريط من بره اخضر، مش هنقول اسمه التجاري طبعا، بس هو فيه حوالي اربع مواد. ده احيانا هو يستخدم للاسهال، لو في اسهال بتسمم ممنوع يستخدم، لازم تستخدمه في ظروف معينه. لانه في ماده اسمها هوماتربين، دي بتقلل حركه الجهاز الهضمي، فبالتالي بتخلي التوكسين الموجوده في الجهاز الهضمي يزيد امتصاصها. انا عايز بقى اطرد الكلام ده كله. فبالتالي كل عرض لاي مرض في اي شخص ليه ظروف معينه وفي قواعد علميه محدده لازم امشي بيها. انا اتمنى ان العميل يبطل يجي يطلب الحاجة بنفسه، لا، لازم يجي يسأل الصيدلي أنا عندي كذا عندي كذا عندي كذا. لو في احتياج لمقدم خدمة طبية متخصص احنا بنعمل ريفير لهذه الحالة. لكن بشكل عام يا فندم، احنا عندنا صيدلة مصر على وجه التحديد خبرة دوائية كبيرة جدا. ده أكيد يا فندم، بس خلينا نحط احتمال إنه في مثلا بعض الصيدليات في القرى مثلا، في أماكن معينة، ممكن يكونوا لسه بيوصفوا المجموعة دي أو حقنة البرد أو كده. فحضرتك يعني شايف إنه لو حد لقى إن لسه في حد بيعمل كده من الصيادلة أو صيدليات، يتوجه بالشكوى إزاي؟ اقول لحضرتك على معلومه مهمه جدا. الصيادله دلوقتي ممتنعين تماما عن اعطاء المضاد الحيوي للحقن الثلاثه. حقيقي، بس لو حطينا الاحتمال يعني يتقدم. هو الاحتمال مش كده يا استاذ ياسمين. الاحتمال بيبقى العميل بيجي يطلب الحاجه بنفسه، واحيانا احنا على فكره احنا من دول ممتنعين اصلا
حتى لو جاء عميل عايز ياخد مضاد حيوي بنفسه، احنا بنتعامل الموضوع ده، لازم يبقى في وصفه طبيه أكيد. عشان ابقى حاطط نفسي في الامان عشان يطلع قانون المسؤوليه الطبيه يحميني كمقدم خدمه طبيه. انا عندي مساحه من الاو تو سي اقدر اوصف فيها واتحرك فيها براحتي ما فيش مشكله بما لا يتعارض مع القواعد العلميه المنصوص عليها عالميا. لكن عايز اقول لحضرتك احنا فعلا في استخدام سيء للادويه بشكل عام المرضى المصريين، في اثار جانبيه للدواء معروفه جدا، محتاج ان يبقى في تواصل والصيدلي المجتمعي دوره يزيد بحيث نقدر نقدم في الاخر معلومه طبيه محترمه تقدر تاثر على مخرجات الصحه بشكل عام، عشان ما فيش دوله في العالم متقدمه اقتصاديا لما تكون متقدمه صحيا. اكيد طبعا. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيادله القاهره. هنروح دلوقتي نشوف معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده ونرجع مره ثانيه. بعد ما شفنا درجات الحرارة خلونا بقى نروح لخبر تاني، لكنه المرة دي عن حادث فلكي هيحصل النهاردة وبكرة، وهو وابل شهب الجوزاء أو زخة شهب التوأمان، واللي بتعتبر من أفضل الزخات الشهبية في السنة، ومن المفترض أن السماء هتمطر عدد كبير من الشهب خلال الظاهرة دي. المعهد القومي للبحوث الفلكية أكد أن شهب الجوزاء هي ملكة الزخات الشهبية، وناس كتير بتفضلها لأنها بتعتبر أفضل الزخات الشهبية على مدار السنة، لأنه بيوصل فيها عدد الشهب لحوالي 120 شهاب في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى تعدد ألوانها، وأن أفضل مشاهدة ليها من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة، وهي مكان يعني ممكن نشوفها منه بالعين المجردة وبدون مناظير أو تلسكوبات فلكية. الحقيقة أن الظاهرة الفلكية دي غاية في الجمال، وبتخلينا طول الوقت يعني نتدبر صناعة الكون وقد إيه مليان بالأشياء الجميلة والبديعة. الحدث ده هيكون مميز للناس اللي بتحب تشوف بعينيها أحداث فلكية مميزة وجميلة. خلونا عامة نستقبل اتصال تليفوني من دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد يا فندم على حضرتك كل المشاهدين، ويوم سعيد باذن الله. ان شاء الله. يا ترى ايه تفاصيل زخه شهب الجوزاء؟ بالفعل زي البيان الاعلامي اللي اصدرناه، هي واحده من اجمل زخات الشهب على مدار العام. احنا عندنا متوسط 20 زخه شهب، لكن دي اجملهم. اولا فتره الشتاء بيكون يعني السماء الى حد ما صافيه، ما فيش الضوضاء والصخب بتاع الصيف والاحتفالات والسهرات. إضافة إلى ذلك أن القمر في طور الهلال داخل على المحاق علشان نهاية الشهر العربي، فالسماء نسبة الإضاءة بتاعتها قليلة. سبب رئيسي أن عدد الشهب في الزخة الواحدة بيوصل ل 120 شهاب في الساعة، وده عدد كبير جدا، وبالتالي بيكون شكلها ذيع. يعني كل دي حاجات كتيرة بتقول أن زخة شهب التوأمان او الجوز
هي لها نفس الاسمين من الدخات الجميلة. طب يا دكتور، هو الناس اللي بتسمعنا دلوقتي اكيد عندها فضول تعرف يعني ايه زخة، هي كلمة تقيلة الى حد ما شوية، فلو حضرتك تقول لنا معناها ايه بالظبط. بالظبط، زخة جاية زي زخة المطر. احنا عندنا يعني على مدار العام بيبقى فيه شهب بتتساقط شهاب 2 اعداد بسيطة، لكن لما العدد بيزيد عن 10 او 15 بيسميه مجموعة زخة. مثلا، مجموعة أو مجموعة من الشهب بتنزل زي المطر كده، بيكون في زخات مطر نازلة مع بعض، فهي بالظبط كده. والشهب برضو عشان نكون عارفينها المواطنين اللي ما عندوش تفصيل أكتر عنها، إحنا عبارة عن غبار وأتربة كونية بتكون موجودة مرتبطة بجرم معين، زي كوكبة نبتون اللي موجودة في مجموعة الجوزاء اللي هي بتاعة الزخات المرة دي. لما بيقرب من الأرض بيخترق الغلاف الجوي للأرض، بيحدث الضوء الوميض اللي احنا بنشوفه للشهب دوت، ومجرد يعني ما يخترق الغلاف الجوي الارض بمسافه بسرعات تصل احيانا ل 60 كيلو متر في الثانيه، بينطفي وبيتحول لتراب او اتربه، ما يكونش لها اي تاثير خالص على الارض، عشان بس ما حدش برضه ينزعج يخاف وانه او ممكن كده. تعمل حرائق او مجرب الانسان. هي على بال ما بتوصل لسطح الارض بتكون انتهت تمام، وتبقى زي الأتربة كده ملهاش أي تأثير سلبي. طيب يا دكتور، هو في يعني الناس دلوقتي حاليا وهي بتسمعنا اكيد هتكون حابه تعرف معلومتين، امتى يقدروا يشوفوا الزخات دي او الزخه دي من الشهب؟ يعني احنا عارفين طبعا هي على مدار يومين، فموعدها بالظبط ممكن تكون امتى؟ وكمان اماكنها ايه؟ يعني هل مثلا وانا قاعده في القاهره في مكان عادي جدا اقدر اشوفها، ولا مثلا لازم اروح الفيوم اروح ده دهب؟ سؤال مهم جدا. اي ظاهره فلكيه ليليه علشان نستمتع برؤيتها، وزخات شوب دي هنشوفها بالعين المجرده، لازم يكون في مكان ما فيش ضوضاء اضاءه شديده او تلوث ضوئي، يعني مكان الى حد ما مظلم، وده في الغالب بيكون خارج حدود المدينه او بعد منتصف الليل تكون الاضاءات هديت شويه. زخه شوب التوأمان او الجوزاء هي اصلا موجوده في فتره من 7 ل 17 ديسمبر، لكن ذروتها النهارده، ودي هنقدر نستمتع بيها يعني في فتره من بعد منتصف الليل لحد فجر بكره ان شاء الله، ودي هيتم رؤيتها بالعين المجرده، مش محتاجه لتلسكوبات ولا مناظير ولا حاجه. بالطبع اللي عنده يعني كاميرا معظمه ممكن يصورها بتفصيل ادق، لكن هي عباره زي ما قلنا اجسام مضيئه لامعه بتسقط تجاه الارض، مجرد ما بتمر من الغلاف الجوي الارض بمسافه بتختفي وما بيكونش لها اي تاثير سلبي. يعني يعني نقدر نقول احنا ممكن نشوفها من الساعه 12 بالليل للساعه 5 الفجر مثلا، في الحدود دي. في الحدود دي كده بالظبط كده. طب يا دكتور، ايه ابرز الاحداث الفلكيه اللي ممكن تتم الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ احنا لسه بقيت شهر ديسمبر نهايه السنه الجديده، عندنا عدد من الاحداث الفلكيه، يمكن اهمهم يوم 21 ديسمبر الانقلاب الشتوي، اطول ليل في السنه واقصر نهار، وده فعلا ذروه فصل الشتاء فلكيا. في نفس اليوم بالمناسبه احنا عندنا ظاهره فلكيه ثانيه، الا وهي تعامد الشمس على بهو الاعمده في معبد الكرنك، وده احنا عاملين احتفاليه برضو كبيره بالتنسيق مع وزاره الاثار المهتمين، وعندهم وقت يكونوا عندهم برامج يزوروا الاقصر، بندعوهم انهم يستمتعوا بالظاهره دي صباح. طبعا عندنا عدد من القرانات، قران تقريبا اخر اسبوع من ديسمبر، في قران القمر مع زحل، والقمر وعطارد، والقمر والمشترى والمريخ، وكلهم ظواهر فعلا جميله. اقترانهم في الفتره اللي ما بيكونش فيها القمر في طول البدر، بتكون السماء لحد ما نسبه الاضاءه بتاعتها قليله، فبنستمتع بالمشاهده. بالمناسبه عندنا يوم 23 و24 في زخه شهب ثانيه الدبابيات، بس دي عددها اقل بكثير من التواميات اللي احنا هنشوفها النهارده، وده حوالي 20 شهاب في الساعه. عظيم. فبالمقارنه بالنهارده 120 طبعا العدد بيكون طبعا بسيط. عدد يعني قليل قوي بالنسبه لكن للنهارده. هي ظاهره برضو جميله، بندعو اكيد كل طبعا. المهتمين
يستمتعوا بيه. يا ريت. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. طيب خلينا نروح لحاجة تانية، وهو خبر لطيف وجميل. زي أي أب بيرجع من شغل، ولاده طبعا بيجروا يستنوه على الباب ويقابلوه بالحب والترحيب. أحيانا الأب بيفتكر يجيب حاجة لأولاده وهو جاي بيحبوها وهو راجع، وأحيانا الحياة وضغوطاتها ممكن تنسيه. يوم ورا يوم ورا يوم، وكل يوم دي ظروفه وأحواله طبعا. والفيديو اللي هنشوفه ده بقى، هي بنت عادية وثقت بالفيديو مرات كتير من رجوع والدها من بره البيت، وفي كل مرة بيجيب لها حاجات حلوة ويقول لها كلام حلو، وده اللي خلى طبعا رواد السوشيال ميديا يحبوا الفيديو اللطيف ده ويدعوا لبابا هند ويقولوا لها انه نعمة في حياتها طبعا لازم تحمد ربنا عليها. تعالى يا بابا. يا حبيبي. يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا فين؟ بره. ازاي؟ مرة. كيف عرفت كده يا؟ تعالى يا بابا. يا حبيبي. يا حبيبي. شكرا. تعالى يا بابا. شو الأخر عندي اليوم يا عمر هنا هنا؟ بس شفتك وقفل كله. تعالى بابا. سمعت ايش؟ وين بابا. يا لعنة يا لعنة يا الله يا الله. ايه يا عمو شيك دي عمو؟ انت الجمال يا اختي، انت الجمال، انت وهند. ازيك يا بنت عمي؟ ازيك يا عمو؟ انت جميل انت وهند. ها؟ الله يكرمك يا بنت، الله يكرم خاطرك. كسر. يا حبيبي. يا بابا. ماشي الحاجة دي. شكرا. تعالى يا بابا. فين يما؟ ها؟ تصل بيك ما تصل عليا. انت بستحمى. طيب. بعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، حابه يعني من مكاني ده اوجه رساله لوالدي واقول له قد ايه انت نعمه كبيره في حياتنا كلنا، قد ايه انت اللي خليتنا بني ادمين، قد ايه دعمتنا كتير قوي ووقفت في ظهرنا ومحسسنا دايما دايما بالامان. وبدعوه برده من مكاني ده انه لازم هو راجع دايما يجيب لي حاجه حلوه زي بابا هند. طيب خلينا نروح معاكم لاخبار الرياضه. وزي ما تابعنا امبارح، الاهلي فاز بثلاث اهداف نظيفه على الاتحاد السكندري وارتفع رصيده ل 18 نقطه وواصل صداره جدول الدوري الممتاز بالعلامه الكامله. كمان امبارح تم اعلان قرعه دوري ابطال افريقيا السنه دي، واللي اسفرت عن وقوع النادي الاهلي مع سان داونز الجنوب افريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني في المجموعه الثانيه. اما الزمالك فكان من نصيبه المجموعه الرابعه مع الترجي التونسي وشباب بلو ستاد الجزائري والمريخ السوداني. وكمان قرعه الكونفدراليه وقعت فريق بيراميدز وفيوتشر في مجموعه واحده. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من ناقدنا الرياضي محمد جمال. صباح الورد عليك يا محمد. صباح الورد عليك يا ياسمين. عايزين نعرف منك، شفت ازاي قرعه دوري ابطال افريقيا امبارح والكونفدراليه طبعا؟ وايه والكونفدراليه بالظبط؟ بالنسبه طبعا لدوري ابطال افريقيا، اكيد القرعه بالنسبه للنادي الاهلي صعبه. انت بتواجه سان داونز للمره الخامسه على التوالي، وكانه مكتوب على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. مواجهة سان داونز، وكمان مواجهة القطن الكاميروني، ومواجهة الهلال السوداني. طيب صعوبة المجموعة في ايه؟ طالما مثلا بفيز سان داونز السنوات اللي فاتت هو المنافس المباشر ليك، تمام، ممكن تتأهل انت وهو للدور القادم. ولكن يعني اكثر يعني شيء دلوقتي ممكن يكون برضه صعب مع المجموعه الحاليه هو الهلال السوداني، اللي عمل تدعيمات خلال الفتره اللي فاتت، وتحديدا من الانتقالات الصيفيه الماضيه، بالتعاقد بقى مع مدير فني اولا هو له خبره في افريقيا، اللي هو اسمه كولوران ابينجي. كولوران ابينجي ده مدرب الكونغو الديمقراطيه السابق وبيتكلم السابق ونهضه بركان المغربي السابق كمان، وكان خد مع نهضه بركان الموسم الماضي بطوله الكونفدراليه الافريقيه وكاس العرش في المغرب، فعنده بعض الخبرات ومعهم بعض التدعيمات، متصدر الدوري السوداني. فعشان كده الهلال هيكون فريق يعني جيد في المجموعه. سان داونز
ماشي بنفس وتيره السنوات الماضيه. يمكن الجهاز الفني اللي معاه ده كان المساعد لبيتسو موسيماني معاهم من 2015، فيعرفوا امكانيات لعيبتهم كويس ويعرفوا النادي الاهلي كمان بشكل جيد. ماشيين بشكل محترم جدا في الدوري الجنوب افريقي، متصدرين بشكل متميز. الاتحاد الكاميروني يمكن هو الفريق اللي النادي الاهلي يقدر ان هو برضه يفوز عليه مباراتين، ويقدر يفوز على صن داونز هنا، ويقدر يفوز على الهلال هنا، بحيث انه يكون ضامن تاهله، وبقيه المباريات بقى اللي هي خارج الارض تقدر تقتضي بعض النقاط فيها. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نادي الزمالك، نادي الزمالك مجموعه برضو اكيد صعبه، خاصه انها مجموعه عربيه خالصه، بتتكلمي في شباب بلوزداد الجزائري، بتتكلمي في الترجي التونسي، بتتكلمي في المريخ السوداني. يمكن الترجي التونسي عامل تدعيمات كبيره جدا خلال الفتره الحاليه وعامل شكل مميز جدا، فاعتقد ان مجموعه الزمالك ايضا صعبه، وهنشوف يعني مباريات قويه جدا في دور المجموعات. طيب خلينا نروح للأهلي والزمالك. الأهلي بيقع تاني مع سان داونز، والزمالك ويعني موجود طبعا مع الترجي، فشايف ازاي اللقاءين دول بالذات؟ بصي، لقاء الاهلي وصن داونز اكيد لقاء ليه حسابات خاصه، خاصه هو لقاء متكرر مره خمسه على التوالي بيكون اللقاء ده موجود في دوري ابطال افريقيا. لقاء يكون متكرر والاثنين خلاص حافظين بعض زي ما بنقول كده، الاثنين حافظين بعض بشكل محترم جدا. اعتقد ان يعني الغلبه ان شاء الله تكون للنادي الاهلي. النادي الاهلي عامل تدعيمات كويسه، النادي الاهلي في يناير كمان هيكون مغير عدد كبير جدا من اللاعبين، عنده لاعبين جدد، فاعتقد انها مباراه هتكون صعبه جدا. بالنسبه لنادي الزمالك، مباراه برضه ايضا متكرره، السنه اللي فاتت كان الترجي اخرج نادي الزمالك من بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان كده بقول لك المباراه هتكون قويه جدا برضه. طيب مباريات الدوري المصري بقى، شايف ازاي قوة المنافسة؟ لا اكيد المنافسه صعبه جدا الموسم ده، كل الفرق عامله تدعيمات. النادي الاهلي شفناه امبارح كسب الاتحاد السكندري 3-0، والاتحاد كان ضيع ضربتين جزاء، مباراه كلها حماسيه. اتوقع كمان بعد استمرار بطوله الدوري والماتشات تبقى ورا بعض، يعني بعد كاس العالم اعتقد هيكون الموضوع افضل بشكل اكبر كمان خلال الفتره الجايه، وتصدر الاهلي برصيد 18 نقطه، تلاقي بيراميدز داخل في المنافسه، الزمالك داخل في المنافسه، في يوتشر في المنافسه. لا بطوله قويه جدا الموسم ده. طيب موقف الاسماعيلي بقى في الدوري ووجوده في ترتيب. اكيد طبعا الموقف صعب جدا للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بقى له 3 سنين موقفه صعب جدا في جدول ترتيب الدوري. بشوف ان المشكله اداريه بحته، اختيارات اللاعبين اختيارات سيئه بشكل كبير جدا. بشوف ان الحل دلوقتي هو ان الاداره تجيب لعيبه تقدر انها تصنع الفارق مع النادي الاسماعيلي. للاسف يعني في لعيبه كتير جدا موجوده في النادي الاسماعيلي لا تستطيع صناعه الفارق بشكل كبير جدا. نص اللعيبه ما تقدرش انها تتحمل ضغوط النادي الاسماعيلي وجماهيريه النادي الاسماعيلي، واعتقد ان هو يستحق مكانه افضل منها. طيب ما نقدرش طبعا تكون معانا يا محمد وما نتكلمش عن كاس العالم، فعايزين نعرف اول حاجه انت شايف ماتش الارجنتين وكرواتيا النهارده. اكيد ماتش صعب جدا، الكل اكيد بيحلم بليونيل ميسي يعني قائد الارجنتين يكون موجود وحامل لقب كاس العالم، ولكن المباراه تكون صعبه جدا 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 على الارجنتين النهارده. بصي يعني مش هتكلم عليها كتير، ولكن كرواتيا لو قدرت تسحب الارجنتين لوقت اضافي وركلات جزاء، كرواتيا يكون لها الغلبه بليفاكوفيتش حارس المرمى وكل اللاعبين. ولكن اعتقد ان المنتخب الارجنتيني يعني النهارده انا بحب الارجنتين، يعني نفسي على الاقل يكون موجود في الفاينل ويفوز في البطوله. لو المغرب ما فازتش بالبطوله، فالارجنتين انا بشوف ان هي عندها قدره والغلبه النهارده انها تصعد للمباراه النهائي. طيب شايف مين المنتخب حامل اللقب؟ حامل اللقب انا اتمنى المغرب، ده تمنياتي طبعا، ده كلنا وتوقعاتي ان هو هيكون منافس قوي طبعاً. ولكن انا توقعاتي لحامل اللقب العام ده فرنسا. العام ده ايه؟ فرنسا، يعني فرنسا تعادلت المباراه النهائيه هتقدر تكسب البطوله، بس ان شاء الله ان شاء الله المغرب تتاهل وتقدر تحقق البطوله ان شاء الله. يعني انت شايف ان ميسي مش هياخد كاس العالم؟ اعتقد لو واجه منتخب المغرب هتبقى مباراه متكافئه جدا، هيبقى مباراه 50-50، ولكن لو واجه منتخب فرنسا اعتقد المباراه ممكن تبقى 60-40 للمنتخب الفرنسي. طيب مين ابرز لاعب شايفه في البطوله حتى الان، يعني قبل منافسات نصف النهائي؟ بصي بلا منافس وبلا جدال هو كيليان امبابي، نجم منتخب فرنسا، نجم باريس سان جيرمان، افضل لاعب في البطوله بلا منازع، ويليه طبعا ليونيل ميسي، وانا من وجهه نظري هيليهم كمان انطوان جريزمان واوليفييه جيرو بالترتيب. يعني انا رقم واحد بالنسبه لي هو كيليان امبابي، نجم منتخب فرنسا، لعيب مؤثر بشكل مش طبيعي. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال. طيب خلينا ننهي معاكم الانترو النهارده واخبارنا النهارده بخدمات صباح الورد واللي بنشوف فيها اسعار السلع الرئيسيه والذهب والعملات، ونرجع لكم مره ثانيه مع اول فقراتنا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو صناعه المحتوى او البلوجينج، ازاي اكون صانع محتوى وازاي اقدم ماده مفيده وهامه للمتابع ومختلفه، لان حاليا مفيش اكتر من صناعه المحتوى على السوشيال ميديا. عشان كده هيكون معانا ضيف مهم جدا في مجال السوشيال ميديا، وبصراحه وبيقدم برنامج هادف قوي قوي. تعالوا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، عدي ابراهيم صاحب برنامج الماجستورا. صباح الورد عليكي عدي. صباح الورد عليكي. عدي، عايزين نتعرف عليك اكتر وعايزين نعرف بدات البرنامج ازاي وجات لك فكرته منين. ازيك الاول؟ اهلا بيك. انا عدي ابراهيم، انا مدير تحرير موقع القاهره 24 وبقدم برنامج الماجستورا تقريبا من 2018. الموضوع في البداية أصلا كان مجرد بوستس بكتبها على فيسبوك، على لما عرفت فيسبوك يعني. يمكن من قبل كده كمان كان الحكاية كلها في قصقصة الداتا اللي بتعجبني وأن أنا أجمعها في أجندات ويوم بيوم بالأجندات، لغاية ما بدأت أعرف فيسبوك وبدأنا نحط يعني داتا معرفية أو حاجة أنا أعرفها، حاجة أنا أعرفها على فيسبوك. لغايه ما بدات احس ان انا بقدم سكريبتات مجانيه، يعني اصحابنا بيقولوا طب ما ده خد جزء منها في حلقه، دي اتاخدت اتقالت في برنامج تلفزيوني، البرنت بقت فايرل، طب ما نجرب نعمل ده، تعمل انت ده لنفسك يعني بدل فيديو ما بتديه للناس. في الحقيقه كنا في النادي وجربنا، يعني طب النهارده محمد صلاح هيلعب نهائي الشامبيونز ليج الشهير بتاع اصابه كتفه، وصديقنا يعني احمد ابراهيم قال لي تعالى نصور ده، فدخلنا مكان هادي شويه صورنا ازاي نادي ليفربول نجح انه يعمل فرقه محترمه توصل لغايه نهائي الشامبيونز ليج باستخدام العلم والتعليم. ببساطه النادي اعتمد على مقياس مختلف شويه، بدل ما انه ده بيجيب كام جول ده متوقع يجيب كام جول، انتقلوا من فكر يعني بقى عندهم مدرب لرميات التماس. طبعا دي معلومه ممكن تخض، يعني اللي هو مدرب لرميات التماس احنا عندنا لما طلب المحرر الاداء حصل قصه يعني. طبعا. فبدات الناس تستخدم يعني طرق علميه جديده عشان تبني فرقه توصل انها تبقى، يعني محمد صلاح قبل ما يجي ما كانش بحجم التالق الكبير ده، روبنسون، ارنولد، كل الناس الموجوده في الفرقه ما كانتش منوره قوي كده. وده ليه؟ لانه الفرقه اعتمدت على العلم بشكل ما، او خلينا نقول شكل مع يعني شكل جديد للمعرفه، مقياس جديد للاداء بتاع اللعيبه. وانتقلت بالنقطه دي بقى انها تروح للتشامبيونز ليج مره واثنين وتبقى ليفربول تاخد مكان ثاني، تاخد الدوري كمان. طيب الماجستورا ليه اخترت الاسم ده ومعناه ايه؟ عشان انا من اول ما سمعته شدني جدا، عايزه اعرف. بس انا هقول لك، الماجستير والدكتوراه لو حطيتيهم جنب بعض هيدونا ماجستورا، اللي هو شهاده جديده مش موجوده، شهاده المعرفه. اي حد هيتفرج على الماجستورا هياخد جزء من المعرفه اللي انا بحاول اقدمها، اللي انا يعني على قد معرفتي قدرت اقدمها وحضرتك بتاخدها، وده يعني حاجه بتسعدني وبتخلي الواحد ليه ورث على الانترنت، ورث محترم وشيق ولذيذ ويقدر يسيبه وبيفضل ما بيروحش، يعني موجود على الانترنت. طب السكريبت بقى يعني مين بيساعدك في الاخراج التصوير؟ انتوا كرو كامل ولا انت بتشتغل لوحدك؟ عرفنا كده بالتين. هو الحكايه لما بدات انا بصور بالموبايل، احمد زميلنا بيصورني، بعد كده مثلا بقى سهيل صاحبنا ده بيصورني شويه، لغايه ما بدات اعمل ده من البيت. وكانت مراتي شكرا انك كنت بتصورني. اشكر كويس يا عدي. كانت بتصورني يعني للحلقات، خدنا حوالي موسمين او موسمين ونص تقريبا. هي بتصور ده في البيت بعد ما ابني يعني ينام ويهدى بنصور، لغايه ما موقع القاهره 24 بدا ينتج المحتوى. هو السكريبت انا اللي بكتبه وبيقوم على المونتاج حاليا او يعني اخراج المنتج زميلنا احمد عصام، انا بشكره كمان، راجل بيستحمل رخامتي كتير في فريم والصوره دي هنا. لكن المحتوى انا بشوفه وبحط السكريبت، واحمد بيهتم بمحتوى الصوره. الموضوع بسيط، يعني مش عايز اقول بسيط قوي، هو بسيط جدا كمان. بس كل الحكايه ان يكون عندك الكونتنت اللي هتقدمه على الشاشه او على او للناس، للكام واحد اللي بيتفرجوا زي ما بقول. اهم حاجه في القصه مش المونتاج ومش التصوير ومش الاضاءه، كل دي بقى لها حلول. يعني اللمبه اللي بتتعلق في السقف بقت مكان الاضاءه، الموبايل بقى بيقدر يعمل كل حاجه. انا فتره طويله قوي كنت بستخدم الموبايل بس بس، ما فيش اي حاجه تانية. وحتى ما كانش عندي درايه بالمونتاج، كنت ببوز يعني ابوز واي غلطه نعيد من الاول تاني، لغايه ما بدات اخد لسه في الاول ما كنتش على درايه بالايديتنج قوي، لغايه ما خدنا الخطوات. بس السكريبت انا بقوم بيه لوحدي بشكل كامل، والمونتاج واعمال الصوره بيقوم بيها احمد عصام.
اوكي يعني انتوا يعتبر اتنين في التيم انت واحمد عصام. احمد بيقوم بشغل الصوره والمحتوى والتقديم مهمتي. اوكي طيب احنا عايزين نعرف ايه هي اهم مهارات البلوجينج او صناعه المحتوى من وجهه نظرك يعني على السوشيال ميديا؟ انا من وجهه نظري انه مبدئيا المحتوى نفسه، يعني انت بتصنع محتوى فايه اللي انت بتقدمه. بالمناسبه ده ما يعنيش خالص ان اللي بيتكلم في الموضه مثلا ده شيء تافه ابدا، او ان اللي بيتكلم على الضحك بيطلع يهرج ده محتوى، لا هدف وهدف تاني. هو الفكره انه اي منتج في الدنيا محتاج يتعمل بجوده علشان يلقى قبول او يعني يفايرل وسط الناس. انت محتاج حتى محتوى التسليه والضحك والهزار لازم يتعمل كويس، لازم يتعمل بجوده. صناعه المحتوى هي بالاساس صناعه لمحتوى. انت لو كان عندك المحتوى لازم تصنعه بشكل جيد. طالما تعمل بشكل جيد هيطلع للناس بصوره كويسه اكيد، واعتقد ممكن يلقى قبول يعني. والعالم دلوقتي مفتوح على ده يعني. يعني انا دلوقتي كنت الاول بستغرب، لكن دلوقتي ممكن تلاقي كومنتس بلهجات مختلفه من دول مختلفه. لقيت ان انت بتجو فايرل، بتنتشر بشكل كبير مش بس في مصر. وده ليه؟ علشان انت بتقدم محتوى جيد ماشي وفقا لانها صناعه. فانت بتقدم محتوى، بتشوف ازاي تسوقها، ازاي تعمل ثامنيل جيد مثلا علشان صوره تشد الناس، عنوان كويس. بس اهم حاجه انه بالاساس يبقى المحتوى ده لائق كويس، بيقول حاجه. احنا لازم هنتكلم في موضوع لائق ده، بس احنا عايزين نشوف فيديو ونرجع نكمل كلام. قد ايه معلومات لطيفة بجد الحقيقة، وفعلا فيها معرفة زي ما انت قلت. بس خليني قبل ما اتكلم معاك عن فكرة تسويق المحتوى، كنت انت بتقول قبل ما نروح للفيديو انه نقدم محتوى لائق. دلوقتي زي ما بنشوف للأسف شديد، يعني اي حد بيكون عايز يركب الترند زي ما بيتقال، وبيقدم اي حاجة وخلاص لمجرد ان هي تنتشر، وبنشوف ده بشكل كبير على التيك توك. انت يعني معروف عنك ان انت بتحب تقدم المحتوى اللي فيه معرفة، فقررت يعني قررت تعمل ده ازاي؟ يعني اشمعنى خدت الخطوه دي انه انا عايزه اقدم حاجه ريليتد بالمعرفه؟ وبتعمل ده ازاي؟ يعني ازاي بتلاقي قصص انترستنج والناس تحس ان هي مشدوده لها وعايزه تتفرج عليها، وفي نفس الوقت بتقدم فكره وبتقدم معلومه كويسه وجديده؟ طيب واحده واحده عشان ده موضوع مركب قوي. انا دخلتك في حاجات كتيره. احنا نبدا من الاخر، ازاي بنقدم حاجه ازاي تكون مسليه ولطيفه والناس تتفرج عليها، رغم انه يبان من بره ان الموضوع رخم وتقيل، بانه ازاي بنقدمها. يعني خلينا نقول انه الناس اللي ممكن تتكلم على الجاذبيه بمليون طريقه، بس فيهم اكيد طريقه ممكن تخلي الناس تقعد وتتشد، بدليل انه الشكل ده من المحتوى بدا ينتشر في مصر وفي الوطن العربي كله، بدات ناس تطلع تقول معلومه هي عارفاها. بس الفكره انت بتقدمها ازاي، بتحطها جوه، بتحطها في قالب منوعات. بالظبط. اوكي شكله عامل ازاي؟ وزي ما شفت الفيديو الموضوع بسيط. يعني يمكن ده كان في الموسم الثاني او الثالث تقريبا. موضوع في الموسم الرابع كمان اتطور اكتر والموضوع اتحسن كتير. بس الفكره احنا بنقدم ده ازاي. كل الحكايه طبعا ان انا اتابع الترند ده مش غلط، والترند عامه دي شيء بيساعد المحتوى بتاعك. يعني مثلا انا فاكر ايام ماتش نهائي القرن الاهلي والزمالك كان ترند جبار، موضوع الكوره والاهلي والزمالك ومش عارف ايه. فاحنا فكرنا ازاي نحط ده جوه محتوى لائق زي ما بتقولي، وبرده يفايرل وسط الناس وادخل جوه الترند. فعملنا حلقه انه ازاي الكوره، كره القدم، ساهمت في زياده عدد البشر على كوكب الارض. لولا الكوره كان ممكن الناس يعني عددها ما يكونش بنفس العدد ده. وده نتيجة انه في بعض الـ 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 الحاجات في جسمك بتتغير علشان يعني قدراتك بتزيد وحماسك بيزيد. وحكينا في النص بقى ازاي في كلمة دهز الملعب دي. مش كلمة مجازية بالمناسبة، يعني في جمهور بالفعل من صريخه لإحراز هدف هز الملعب، يعني أثار هزة أرضية اترصدت. ودي كان في مناسبة في واحدة من ملاعب كرة القدم الأمريكية. فالفكره ان احنا بندخل جوه الترند بس بطريقتنا، بالشكل بتاعنا اللي بيليق بينا، اللي المفروض ان الناس تفكر بيه من خلاله اصلا. الجوده في تقديم محتوى ايا كان ووضعه بشكل لطيف للناس ده ما يعيبوش. يعني انا يعني مثلا افتكر السير في المدرسه كانت بتتكلم عن المنهج، درس النصوص والحاجات دي بس بطريقتها،
طريقتها اللطيفة الحلوة، خلينا اقعد اسمع ده. زي برضو ممكن نتكلم عن نظرية التطور، الجاذبية، المعادلات الرياضية برضو بطرق لطيفة، وإلا مش ما كناش بطرق يعني صعبة وعويسة على الناس يعني. وإلا ما كناش هنلاقي يعني مدرسين عاملين أو دكاترة أساتذة في الجامعة عاملين الشهرة الطاغية دي على الإنترنت. طبعا عشان بيقدموا المعلومه بطريقه لطيفه وسهله. طيب خلينا نعرف منك ايه اكتر الفيديوز اللي went viral او انتشرت قوي وكان ليها مردود كبير قوي على السوشيال ميديا، وايه رد فعل الناس عليها؟ يعني من اخر الحاجات الحلقه بتاعت ميسي. عملنا حلقه في بعد يمكن يوم ماتش ميسي، مع كان بعد مباراه السعوديه، بعد ما اتغلبوا من السعوديه يعني. واتكلمنا ليه مستوى ميسي ساعات بيتراجع مع المنتخب، واتكلمنا عن هارت بروكن سيندروم او متلازمه كس القلب المكسور اللي البطين الايمن فيها بيتغير شكله شويه، وده بيأثر على حاجات كتير قوي بدنيه وذهنيه، واللي ممكن يكون ميسي متأثر بيها. وحكينا ازاي المتلازمه دي ممكن تأثر عليك سلوكيا وتخلي تفكيرك مش هو تفكيرك، وتخلي تحركاتك، وتخلي ميسي نفسه تحركاته والمراوغات بتاعته مش ناجحه، ويحصل زي ما حصل كده. يعني انت شايف ان هو بسبب مثلا حاجه نفسيه، هو بيتعرض لضغوط كبيره يعني، والضغوط الكبيره اللي طبعا بيتعرض لها ده اثر على هو طبعا. مش انا اللي هتكلم عن ميسي اكيد يعني، ميسي ده جاب اللعبه من اولها لاخرها. لا انت قلت كده في الفيديو. بغض النظر انت بتحبه ولا لا، ميسي ده يعني احنا من المحظوظين اللي حضرنا الفتره اللي ميسي وكريستيانو رونالدو بيلعبوا فيها. فطبيعي ان انا لما اشوف ميسي يحصل انبهار، بس لما بيروح المنتخب الانبهار ده بيقل حبتين. الانبهار بيقل لكن هو بيفضل برضه الانبهار بيقل. فبدانا نفكر ليه، وشفنا العلم بيقول ايه في الموضوع، وبدانا نحطه في قلب معرفي لطيف. طلعنا في حلقه، والحلقه الحمد لله عملت ضجه كويسه. ايوه من الواضح طبعا من كلامك. طيب خلينا نعرف، هل انت بتسوق المحتوى بتاعك؟ بتسوقه ازاي؟ بتعمله الماركتنج الصح ازاي؟ هل مثلا يعني بتعمله زي بروموشن على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، هو الحقيقه انا مش ببروموت اي فيديو خالص. اولا هو اللي بيقوم بتسويق موقع القاهره 24 بما انه منتج المحتوى. بس اختيار التوقيت عامل مهم جدا طبعا، ان انا اكون جوه الاحداث مش بعيد عنها. يعني ما يبقاش زي ما قلت لك من شويه ان الناس كلها بتتكلم عن الاهلي والزمالك، واطلع انا اتكلم عن قصه تانية بعيده. ان انت تكون اب تو ديت وجوه الاحداث بس بطريقتي. يعني ما يبقاش الترند موجود. ما هو بصي، كل الناس بتدخل جوه الترند، بس مين بيفضل؟ مين الناس بتفتكره؟ مين بياخد اكبر قدر من المشاهدات جوه الترند ده؟ انت الترند ده وسيله انك توصل بيها للناس، توصل بيها للناس انك تشوف المحتوى بتاعك ده جوه الغابه اللي مليانه فيديوهات وبوستات وتويتات ومش عارف ايه. فانت بتدخل جواه، فانك تختار توقيت مناسب وقصه مناسبه للاحداث اللي احنا موجودين فيها. يعني مثلا انا فاكر كويس في الموسم الثاني تقريبا احنا عملنا حلقه عن اول فريق اطفاء في التاريخ، وكان بتزامن مع الحريق اللي حصل في المبنى اللي كان على قرب الدائري ده، والعماره اللي فضلت كذا يوم تتحرق يعني كانت قصه اخترنا ليها حاجه. وقلنا ان الراجل اللي عمل اول فريق اطفاء في التاريخ ده ما كانش بغرض انه يطفي المباني، بالعكس ده كان بيروح يشتري. يعني كان دلوقتي في مبنى لا قدر الله محروق، فيروح لصاحب المبنى يقول انا ممكن اشتري المبنى ده بربع ثمنه واطفيه واخده بربع ثمنه. فان قبل ماشي، طب وان رفض بيسيبه لغايه ما المبنى كله يتحرق ويروح له بعدها يشتري. ده ما كانش بهدف سامي ابدا يعني، ده كان شرير هو جدا. كان ممكن يدخل، كان ممكن يدخل تاريخ روما، هو بالمناسبه احد قاده روما الرومان القدام، كان ممكن يدخل تاريخ روما من اوسع ابوابها كاول صانع لفريق اطفاء في التاريخ. بس في الاخر طلع مقاول يعني. لا ايوه بزنس يعني، موضوع كله بزنس يعني. طيب. والقصه انتشرت بحكم الحدث اللي كان موجود. طب احنا عندنا فضول بقى نعرف ايه خططك المستقبليه، ايه الخطوات اللي انت ناوي تاخدها، الفيديوز اللي جايه ممكن تكون عن ايه؟ هل في فيديو عملته قبل كده وركنه هتطلعه لنا بعدين؟ عايزين نعرف كده الكواليس. هو احنا صورنا الحمد لله امبارح الحلقه الثالثه من الموسم الرابع، هيبقى بخصوص الذكاء الاصطناعي. ويعني احنا بنحاول نشوف زوايا جديده ونعرف ناس اكتر عن الموضوع، لانه دايما رجع تاني السؤال بتاع زمان في الثوره الصناعيه، الناس قالت هل المكنه هتشتغل واحنا نقعد في البيت؟ رجع تاني يتقال طب هو الذكاء الاصطناعي هيشتغل واحنا نقعد في البيت؟ يعني الديبيت ده رجع تاني موجود طبعا. الصراحه الواحد ما بيبصش لقدام غير انه يبدا يعمل زي دول كتير ما بتعمل، انه يعمل محاضرات معرفيه بديله للطلبه في الجامعه. وخدت خطوه الحمد لله بده، بانه بدانا
من حوالي شهرين كنا في الجري كامبس مع طلبة الجامعات، كان من الجامعة الأمريكية ومن مجموعة كبيرة من الجامعات، إن الناس تتكلم إزاي تبدأ تعمل شيء معرفي جوه دراستك. يعني كنت بقول لك قبل الهواء إنه مثلا ممكن يبقى أنت عندك ستارت أو بتتكلم عن الستارت أب، بتتكلم عن إنشاء الشركات، بس ما تعرفش إن في واحد عمل شركة لمجرد إنه يقف مكانك في الطابور والدقيقة بفلوس. طبعًا. ممكن تبقى دارس طب وعندك معلومات كبيره في البيولوجي، بس ما تعرفش ان في دكتور عمل عمليه في القلب لواحده ست في طياره باستخدام شوكه وسكينه ومعلقه. دي كانت معلومه انترستنج جدا، وانا عايزه اعرف قصتها منك بس بعد الهواء. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرك. البلوجر عدي ابراهيم وصاحب برنامج الماجستيرا، نورتنا. ميرسي. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فقراتنا عن الابراج، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. أيام قليلة قوي بتفصلنا عن 2023، وكتير مننا بيكون عايز يعرف أخباره إيه في السنة الجديدة، وطبعا الأبراج اللي هيحالفها الحظ في السنة دي هتكون إيه، يعني سواء في العمل في المادة ولا في الأبراج اللي للأسف مش هيحالفها الحظ، هتكون من الأبراج المنحوسة. ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، أستاذ أحمد شاهين خبير علم الفلك والأبراج. صباح الورد عليك يا أستاذ أحمد. عليك وجميع السادة المشاهدين. احنا عايزين بداية كده نعرف ايه أكتر الأبراج الأكتر حظا في 2023 من ناحية الشغل العمل. من ناحية العمل أهم حاجة طبعا الشغل الشاغل للناس العام الجديد طبعا في العالم كله، الحاله الاقتصاديه، فبالتالي الفلوس. العلاقات الاسريه للاسف مهمه بس اتطورت او رجعت للواش وللضوء الثاني. فالناس يهمها دلوقتي الوظيفه، الشغلانه، المال اللي داخل. حضرتك احنا ممكن نتكلم عن عامه الاقصى الابرج حظا بصفه عامه في التوتال، النسب العامه، وهنتكلم على الاقصى حظا في المهنه والمال. الاقصى حظا في التوتال في على مستوى الابراج في ابراج ناريه وهوائيه كانت منحوسه، لكن السنه دي اقدر اقول 2023 اللي هو العام الجديد ان هي ان شاء الله هتكون محظوظه جدا في على صعيد كثير. الحمل، الميزان، لا خلينا نقولهم بالترتيب يعني. اول واحد الحمل، هم 12 برج لكن المحظوظين اربعه. الاربعه المحظوظين بالترتيب الميزان، الدلو والحوت. اوكي طيب، الاربعه الغير محظوظين المنحوسين السنه دي في العمل، مش اربعه، مش لازم يكونوا اربعه، هم اربعه يعني محظوظين زي ما انت شايف. بقيه الابراج بتبقى بنسب متفاوته، يعني مثلا العظاء يجي بعد الحمل لكنها نسبه معقوله 70%. لو قلنا الحمل وسطي، ما هي النسب ما فيش حاجه 100% ابيض او اسود. طب ما تقول لنا ايه الابراج اللي في النص بقى، يعني احنا عرفنا الاكثر حظا، نعرف اللي في النص. اللي في النص العظاء، اذا كان الحمل والميزان والدلو قلت بنسبه 100% فالعظاء بنسبه 80%. الطور، دوره الحظ، يعني هم بسموهم من الناس المباركين، دوت الحظ مستمر معهم. كتير من مواليد الطور يحققوا احلامهم اللي هم طالما تمنوها سنوات سابقه، يحققوها على ارض الواقع السنه دي. اذا اللي هي الابراج الترابيه، الثور، العذراء، الجدي، وايضا العقب. دي الابراج المتوسطه. اما الابراج للاسف اللي مش محظوظه هتبقى الجوزاء. للاسف هو الجوزاء هيبقى اكتر، لان على مستوى المهنه، على مستوى المال، على مستوى يمكن الصحه كمان. يعني اكتر برج مش محظوظ السنه دي الجوزاء. نقدر نقول الجوزاء. لو قلنا الحمل والميزان والدلو بنسبه 100%، لو قلنا الطور والعذراء والحوت او العقرب بنسبه 70-80%، الجوزاء للاسف بنسبه 30%. طب بعد الجوزاء بقى يعني احسن شويه من الجوزاء؟ السرطان بسيط. السرطان كويس، لكن انا باخد توتال ليه؟ لما بشوف المجالات كلها بدي نسب. ما هو الابراج ثلاث مجالات بيهموا الناس، الماده والوظيفه والعلاقات الاسريه والشخصيه والصحه. بدي لكل واحد رينج 30-40-50-60-70 كده، وابدا اجمع واسمع ثلاثه واشوف. يعني السرطان حظه مش قوي، بس احسن نسبيا من السنه اللي فاتت لان كان عنده مشاكل كتير، لكن السنه دي يعتبر محظوظ. بس يعني ده جاي بعد الجوزاء على طول وهو اكتر برج منحوس. لا ما اقدرش اقول منحوس، يعني اقل حظا. فترات يعني يمكن انا محضر الفترات، الكواكب بتتخرب في السماء، فبالتالي في فترات مسعوده. حتى الابراج الاكثر حظا الحمل والميزان والدلو ليها فترات بسيطه تراجعات لكواكب. يعني كل برج بيحكمه كوكب او حسب وجود الكوكب في بيت هذا البرج.
ربنا خلق الكواكب كلها ما عدا الشمس والقمر بتستقيم وتتراجع. لما بتستقيم بتدي طاقتها، لما بتتراجع بتدي التردد والتحيز والشك شويه. فبالتالي التحيز والتردد والتراجع بيبقى احد دلالات نحوسات الكوكب. ومنه سعيد مشتري سعد اكبر مستقيم بيحكم القوس والحوت اشتراكا مع نبتون. لكن لما المشتري يتراجع بيبقى هنا منحوس ومن سعد اكبر. طب احنا عايزين بقى في ابراج ما جبناش سيرتها خالص، لو نعرف مثلا برج العذراء اخباره ايه؟ برج العذراء طبعا برج العذراء من الابراج الترابيه، بيحكمه كوكب عطارد اشتراكا مع بيحكمه كوكب عطارد بالصفه السلبيه اللي هي روحانيه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان الكواكب كل كوكب كل برج بيحكمه كوكبين، بالصفه الايجابيه وبالصفه السلبيه. الصفه الايجابيه بيدي الصفات الماديه، والصفه السلبيه بيدي الصفات الروحانيه. يعني العذراء السنه دي يعني من ناحية الماديه هيكون وضعه بيحكمه عطارد بالصفه السلبيه، يعني هو مش محلل وضعه. انا قلت لحضرتك بنسبه 80% بنسبه دي تدخل طب يعني 80% ده ممتاز مش جيد جدا كمان. فهي العذراء السنه دي في ضغوط كانوا بيتعرضوا ليها خاصه على مجال العمل السنوات السابقه، هيبداوا يتحرروا منها. في زواج جدي، لان برضو اضافه للوظيفه في ابراج هتتجوز اوريدي مش هتاخد قرار الجواز، يعني الجوزاء هيفكر، الحوت هيفكر، لكن اللي هيتجوزوا السنه دي فعلا قد يكونوا منفصلين وهيتجوزوا المره الثانيه او متزوجين للمره الاولى. العذراء الثور الجدي ده في جواز جدي بس هيبقى في النصف الثاني من العام. طيب مثلا برج الاسد، الاسد الناحيه الماديه، الاسد الناحيه الماديه ده طبعا المهم جدا بالنسبه لنا. الاسد كان عنده تغييرات يمكن على مستوى الوظيفه والماده العام اللي فات اللي هو بينتهي 2022 تمام. لكن لو قلنا العام الجديد مشاكله هتنتهي تماما. لو ركزنا على الصعيد المهني والمالي عنده مشكله شويه. كوكب اورانوس هو اصلا بيحكم الدلو، بس اورانوس متواجد في برج الاسد، يعني بيعدي على برج الاسد العام الجديد طول السنه، لان اورانوس من الكواكب العلويه اللي فين وفين لما بتمشي، يعني عطارد قريب من الارض كل شهرين بيلف في برج. اورانوس من الكواكب العلويه بيقعد سنه، فبالتالي قاعد في الاسد هيخلي الاسد على المستوى المهني عصبي مع الرئيس مع مرؤوسه او مرؤوس مع رئيس مع علاقاته في العمل. النقطه دي اللي ممكن تاثر عليه الانفعال والعصبيه تضيع منه فرص في العمل. لكن بصفه عامه من اول مارس لحد نص مايو، يعني بتكلم على الربع الثاني من السنه او فتره الربيع، رغم ان اورانوس قاعد في السنه بس في حدث مهم جدا هيحدث له من اول مارس لمايو اللي هو الربع الثاني الربيع. كوكب المشتري اللي بتكلم عليه من شويه سعد الاكبر داخل برج الاسد الفتره دي. اذا على مواليد برج الاسد ان يعني يقتنص هذه الفتره تحديدا من السنه كلها، ويبدا هيلاقي ان في مناصب بتتعرض عليها، هيلاقي ان الفلوس بتكتر في ايديها مصدر دخل سواء موظف او غير موظف. هيلاقي ان في توقيات كانت متعطله هتبدا تستمر معاه الفتره دي من مارس حتى مايو. في طبعا العقرب ايه اخباره؟ بس الاسد انا عايز اكمل له اللي هياخده دوت ما يضيعوش بعصبيه او انفعال، يعني خلي باله من العصبيه. العقرب طبعا العقرب برج باطني بمعنى بيحكمه كوكب بلوتو اشتراكا مع المريخ. العقرب باطني بمعنى وده بيعمل مشاكل. انا مثال كعقرب يعني بشوف اللي قدامي بقدر احلل وبعرف بالتفصيل هو بيفكر فيه وبيعمل فيه، خاصه المشاكل الزوجيه بتاتي من هذه النقطه. العقرب عاطفي جدا بعكس من الناس متوقعه اللي هو بيلدور. طبعا الابراج عشويات، لكن اللي بياخد صفات العقرب 100% هو العشويه الثانيه اللي هو عقرب عقرب تمام شهر 11. لكن اول 10 واخر 10 بياخدوا شويه من الميزان وشويه من القوس بنسب. العقرب عاطفي جدا ولا يحب الخيانه ولا يحب الردف وما بيلدرش زي ما الناس متوقعه الا اللي بيخونه، اذا احب احب على طول الخط واذا كره كره على طول الخط. للاسف العقرب العام 2023 محظوظ شويه، لكن في عنده تقلبات، في عنده تمردات، في تمرد. انا بتكلم كل ده على المستوى العائلي. لكن لو قلت على المستوى المهني والمالي تحديدا، انا بحدد في العقرب اول السنه من يناير وفبراير، يعني هيبدا السنه الجديده يناير وفبراير 2023 في ضغوط على العقرب. ده بالكلام ده بالنسبه للماده والمهنه تمام. لكن ابتداء من 7 مارس في زحل هيخش، زحل نحس اكبر. لكن لما بيتحول من نحس الشر
اللي هو بيتواجد في بيت فاح يعني بيتواجد في بيت كويس هو نحس بس قاعد في بيت كويس بيتلقى اتصال سعيده من كواكب سعيده زي المشتري والزهره. اذا زحل ينتقل من نحوسته ويبدا يظهر وشه او وجهه الايجابي اللي هو ايه المسؤوليه. يبقى اذا العقرب يناير وفبراير 2023 في مشاكل كتير دوت. زحل ابتداء من مارس الربع الثاني من السنه هيبدا نقدر نقول انه العقرب اذا من الفتره دي هيبدا العقرب يبقى يتصدر المسؤوليه. طيب يا ترى ايه بقى اكتر الابراج اللي بيتفقوا مع بعض قوي في الشغل وبيعملوا انتاج كويس؟ قلنا برج كذا وكذا برج كذا في عندنا يمكن ثلاث او اربع ابراج. هنبدا من الاول بالترتيب. ما هو مش لازم بالترتيب. الحمل لانه ريادي بطبعه اغلب المشهورين في العالم القياديين. ما هو في اذا كان الاسد ملك الابراج فالحمل هو قائد الابراج وهناك فرق بينهم. ده حقيقي. ليه بقى؟ عشان كوكب المريخ بيدي له طاقه. اغلب الرياضيين عمر الشريف ناس كتير عبر التاريخ سياسيين ومشاهير وفنانين برج حمل ده رائد مندفع في عمله مع بعض العصبيه. الحمل بيتفق مع مين بقى؟ لكنه طيب. رغم ان الابراج الناريه لا تتفق مع المائيه ولا تتفق مع الناريه اللي زيها الا ان الحمل وسبحان الله لكل قاعده استثناء يتفق مع القوس. الاثنين ناري مع القوس يعني اسد ناري زي القوس بس ما ينفعش مع الحمل لان الاسد عنده كبرياء وعزه نفس ملك. طب ما انا حمل وبتفق هنا في الشغل مع برج الحمل برضو عادي يعني. ما انا جاي لك الكلام. الحمل بس هيبقى في عصبيه شويه يعني نار مع نار. الحمل رائد بس نار مع نار يعني الدنيا تولع. لكن القوس ناري لكن لان القوس مستكشف بيحب يعني بمعنى صح بيكبر دماغه مش قاعد في البيت طول النهار قدام الحمل او في المكتب قدام الحمل. لكن الحمل بطبيعته ما ينفعش مع القوس ينفع رئيس. علشان كده لو قلنا رئيس الحمل برضه ينفع مع الحمل بس بنسبه اقل من القوس. انا قلت لحضرتك نسب مفيش 100% ولا 0%. الحمل ينفع كرئيس في شق حياته ما ينفعش مرؤوس. تمام. اللي يجي بعد العذراء كما يقول الكتاب تماما زي ما قال الكتالوج العذراء بس ينفع مرؤوس ما ينفعش رئيس رغم انه طموح. بس العذراء لو انت عايزه تتخذي مرؤوس تحت ايديكي يقول زي ما الكتاب بيقول بالظبط وهو هينفذ اللي انت بتقوليه بالنص مش هيبتدع مش هيبتكر هو العذراء. اذا يبقى اللي نقدر نتوافق معاهم في الشغل الحمل والقوس والعذراء. يعني الحمل مع القوس والعذراء ولا يعني الحمل بصفه عامه ينفع مع الحمل وينفع مع القوس والعذراء ينفع مع جميع الابراج لانه مرؤوس شاطر زي ما قال الكتالوج ينفع مع لو حوت سواء رئيس ولا مرؤوس. احنا بنتكلم من الكوكر او الشريك اللي في العمل. العذراء ينفع رئيس بس هو مرؤوس لو انت عايز تاخده مرؤوس. فبالتالي اللي هيبقى فيه توافقات في العمل هم العذراء والقوس والحمل. طب بس يعني على فكرة أنا بحس إن العذراء ممكن يبقى رئيس يعني مش مرؤوس. يعني أنا بشوف ناس برج العذراء بيكونوا لا قياديين يعني. هو أنا برج عذراء يعني. والله. آه. ومخرجنا برج العذراء. تمام برضه. بس هقول لحضرتك حاجة. يعني يمكن يعني رحم الله من عفى قدر نفسي. أنا في شغلي برضو كده عندي طموحات. وبس عندي كوكب عطارد بيديني ملكة التحليل لأن العذراء متشكك احيانا موسوس حبتين مهتم بالتفاصيل ثلاث حبات تمام بس هو محلل كبير كاتب اكتر منه رئيس يعني راجل مبدع راجل فنان بمعنى حقيقي. محمد حسين هيكل اجازا كريستي محمد حسين كان بهاء الدين الوزير السابق ليو تولستوي اللواء الروسي كل دول عذراء. اذا جاي من استاذ احمد صفوت برضو من ضمن استاذ احمد صفوت بالظبط يعني من مواليد برج العذراء بيحكمهم الحمل بيحكمهم عطارد بالصفه الروحانيه. عطارد بيديهم الصفات الروحانيه بالتالي فهم محللين وكاتبين ومبدعين وفنانين رغم ان عندهم طموحات بس يبدا في المجال الابداع الفني في اي مجال بقى سواء الفلك سواء الاقتصاد سواء المال الى اخره يبدعوا. طيب بالنسبه لبرج السرطان في العمل وضعه ايه؟ طبعا السرطان انا بسميه انا قلت لحضرتك من شويه الحمل قائد الابراج في واحد ليه تايتل الاسد قائد الشاعر بتاع الابراج الحالم بتاع الابراج رومانسي الابراج اللي بيحب الشموع ما بيستحملش الاسترس العصبي بيحب ضوء الشموع هو السرطان. عشان كده على طول بيجي له ضربات عصبيه وكان عنده مشاكل عصبيه جميع مشاكله بسبب الاسترس العصبي بيحب الشموع السوداء بيكبر دماغه السرطان بيكبر دماغه مش بتاع ضغوطات عمل شاعر رومانسي حالم كان عنده مشاكل كتير زي الطور العام الجديد زي ما قلت لحضرتك الطور دوت الحظ مستمره وهيحقق احلامه على ارض الواقع ايضا
السرطان هيبدأ يخف الضغوط من عليه العام الجديد، وهيبدأ يحقق أحلامه على أرض الواقع. لكن لو قلنا تحديدا على مستوى المهنة، وإحنا بنتكلم على مستوى المهنة والمادة تمام، بالنسبة للسرطان هيبدأ السنة بإحباط بسيط، اكتئاب، هو لان هو خارج من مشاكل في سنه جديده فمش هيخش في عتبه كده، هيخرج باحباط بسيط. لكن انا بوعده ان في كوكب هيدخل يساعده اسمه كوكب نبتون. نبتون ده كوكب الالهام والابداع تمام. لما بيتواجد في برج بصفه ايجابيه، يعني بيت كويس في طالع انسان، او بيتلقى اتصالات سعيده في طالع انسان في ساعه معينه او يوم معين، بيبدا يدي افكاره الابداعيه. لكن لما بيكون في بيت منحوس بيعمل تشويش. طيب برج الجوزاء في العمل وضعه ايه؟ اقل الابراج، اقل الابراج خاصة في العمل، خاصة في العمل 90% للاسف مش محظوظ. ونقول الكلام ده ليه؟ زي ما العظماء بيحكموا كوكب عطارد بالصفه السلبيه، روحانيه عطارد بيديله الصفات الروحانيه، فبيحكم الجوزاء عطارد بالصفه الايجابيه بيديله الصفات الجسمانيه، التفكير العملي اللوجيكال. بس الجوزاء عنده شيزوفرينيا شويه، هو عبقري الابراج. الشعوة التي تفصل بين العبقرية والجنون. عندنا عظماء، عندنا اللاعب محمد صلاح جوزاء، رئيس الأمريكي دونالد ترامب جوزاء، لكن ده مش زي ده، بس الاثنين ما شاء الله يعني واصلين في مجالاتهم قمة الذكاء. والعظيم إسلام الشرنوبي طبعا معيد بتاعنا، وأستاذ إسلام الشرنوبي من الجوزاء أهم معيد عندنا، بس عندهم شيزوفرينيا ليست مرضية، لأن هو من دلالات الجوزاء الفلكية الاتصال والانقسام. شوف اتصال وانقسام، تناقض وتساؤل، كويس جدا، بياخد قرار ويمشي فيها ويبدا يرجع تاني ياخد قرار تاني ويمشي فيها، فبالتالي بيحير اللي معاه. فيلم سعاد حسني اين عقلي؟ طب الحمد لله هو ما طلعش جوزاء، انا كنت فاهمه غلط، هو الميزان. كان الميزان الحمد لله، فيعني لا الميزان محظوظ، انا قايل من شويه الميزان محظوظ جدا، كان عنده مشاكل بسبب ان هو كان متردد خجول، اللي هو التوازن والتناغم والاستجابه، ما كانش مندفع في المجتمعات تمام. هو عنده توازن شويه برج الدبلوماسيه، لكن السنه دي هيبدا يتخلى عن الحياء والتردد والخجل، ودون هيخليه عنده في يعني هيبدا ينفتح على المجتمعات، هيبدا حظه يتحسن. انا بس كنت عايز اقول نقطه بالنسبه للجوزاء عشان الفترات دي، عشان الناس ما تزعلش، لان هو واقع تماما، مفيش حاجه اسمها واقع تماما. انا بس عايز اقول للناس الفتره من ابتداء من 7 مارس، الفتره اللي انا بقول عليها الوحشه من 7 مارس هتبدا الفتره وحشه، بعكس الابراج الثانيه يناير وفبراير هتبدا السنه كويسه. اذا مولود برج الجوزاء السنه الجديده هو داخل فيها عايز ياخد اي قرار سريع، يناير وفبراير يحاول يعجل من نفسه، لان بدايه من مارس فجاه هيلاقي العواقيل بدات تتحط في طريقه. طيب عايزين نطمن بقى جدا على برج الثور، احنا ما اتكلمناش عنه النهارده خالص. تمام، الثور الثور من الابراج المحظوظه العام الجديد، هي عامه الابراج الترابيه والناريه والهوائيه. الثور العناد، مخ عوالي شويه، برج المال، ليس بخيل ولكنه مدبر مالي، البنكيرز المصرفيين الشطار هم برج الثور تمام، لكنه عنيد. العناد والتمال والبناء وحب التملك، دون برج الثور بيحكمه فينوس بالصفه الايجابيه. الثور انا بسميها العام الجديد 2023 عام مبارك بالنسبه لي، لان دوره الحظ اللي كان فيها الثور الاعوام السابقه كان في بعض مشاكل بسيطه، لكن في دوره حظ، لكن احلام مجرد حاجات بالقلم الرصاص. العام 2023 انا بوعده ان هيبدا يحقق احلامه التي كانت في مخيلته الاعوام السابقه العام الجديد. لو قلنا تحديدا عايزين تواريخ، في كوكب اورانوس، اورانوس دون بيحكم، هو نحس متمرد، لكن انا قلت زي ما زحل كقاعده نقيس عليها، الكوكب النحس اذا تواجد بيتلقى اتصال سعيد او متواجد في بيت سعيد او فرح، كل كوكب ليه بيت فرح وبيت حزن الى اخره، هيبدا يدي صفات الايجابيه، اورانوس هو التجدد، الاصلاحات الجذريه. طيب خلينا نعرف كده ايه مثلا البرجين اللي استحاله يشتغلوا مع بعض، استحاله؟ الابراج المائيه والهوائيه. لا يعني دينا الناريه والمائيه، مثال العقرب والاسد. العقرب مستحيل. والاسد الحمل والحمل والاسد مستحيل، ده عصب وده عنده كبرياء يدبوا بعض على طول. طب والحمل وايه تاني؟ وايه تاني ايه؟ متوافق ولا مش متوافق؟ لا غير متوافق في العمل. بصفه عامه الابراج اللي ذات الطابع الواحد بتتوافق، النبي مع النبي والماء مع الهوائي، لكن الحمل يتوافق ايه مع العمل؟ العذراء يتوافق مع الحمل اللي زيه، يتوافق مع القوس بنسبه كبيره تمام؟ ومن ناري
بس اكتر الاباجي اللي بيتوافق معاها هي الترابيه زي العذراء زي الجدي زي الطوبه. طيب بما اننا طبعا في شهر 12 برج القوس والجدي في العام الجديد على مستوى العمل والماده مع بعض مثلا. تمام. نتكلم الاول على القوس. طبعا القوس بيحكمه المشتري. النماء والاستقرار والتوسع والصلاح الى اخره. انا القوس بيحكمه المشتري. القوس الاستكشاف البحث عكس الحوت تماما. الحوت بيتوتي زي ما بتحطيه زي ما بتلاقيه. مش كده؟ بنصح اي حد عايز يتجوز خد من الحوت سواء راجل ولا ست، هو ده المضحي المخلص الابراج. اما القوس ما بيتلاهوش قاعد في البيت تماما، كل ما اتصل عليه بيعمل شوبينج في رحله مسافر رايح جاي، ما بيقعدش في البيت، وده بيعمل مشاكل زوجيه. لان الست عايزه الراجل يقعد يعني يشوف امور الاسريه. القوس عامه لو اتكلمنا على الصعيد المهني والمالي العام الجديد من اول السنه لحد 16 مايو كوكب المشتري هيدعم طاقته. اذا نص عندنا نص سنه برج القوس هيبدا في تدعيم كبير من عظيم. كوكب المشتري اللي هو اصلا الحاكم ليه. عظيم جدا. طب خلينا نختم بقى بنجوم الفن والرياضه، هل متوقع لحد من الشخصيات العامه حاجه معينه؟ طبعا. مين كم اسم عايزين كم اسم محددين قبل ما هقول لحضرتك حاجه؟ النجم محمد رمضان انا متوقع له، لان هو انا كنت متوقع له النكسات اللي كان فيها قبل كده، لكن بقول له العام الجديد انت يا محمد رمضان هتعود من جديد للتألق في الاضواء. رساله موجهه لمحمد رمضان. ده حقيقي. انت توقعت له انتكاسات والسنه دي انا بقول اتوقع له النجاحات. طيب مين؟ محمد صلاح. للاسف ضوت يوم الجوزاء، بس انا قلت مش محظوظ. ضوت الايه؟ ضوت سوء الحظ. مستمرة معاه حتى العام الجديد. عندي طبعا عند عم دياب دينا الشربيني الانفصال والزواج اللي كنت معاهم فيه، يعني اللي حصل انا توقعته. توقعته من قبلها. طب تتوقع ايه دلوقتي؟ هيحصل من جديد، هيرجعوا من جديد. انت متوقع رجوع بالفعل؟ هيرجعوا من جديد. اتوقع اعتزال بعض الفنانات، اتوقع وفيات، بس بلاش نقول لا أسمع. بلاش الوفيات، ما بلاش، بلاش الوفيات. كويس وحش مش نقول وفيات. طيب. لكن في ناس هترجع للاضواء تاني. احمد حلمي هيرجع للاضواء بشده. تمام. في اعتزالات لبعض الفنانين، في الفنانه ليلى علوي ويسرى هيرجعوا بقوه. الفنانه هيفاء وهبي اللبنانيه طبعا هي تجدد بارقها الفني بطريقه فظيعه، هي كانت بعدت الاضواء شويه. ده جاي من توقعات الابراج. لا بس هيفا طبعا لهم متالقه. الفنانه شيرين عبد الوهاب هتعتزل تماما. هتعتزل تماما، متوقع اعتزال شيرين عبد الوهاب اكوردنج للابراج من مواليد الميزان. طيب خلينا بقى نختم خالص 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 بتوقعك لمين هيفوز بكاس العالم. اهم حاجه توقع. طيب انا دور 16 حليته بالتفصيل وبنسبه 80%. توقعت فوز كرواتيا على البرازيل قبل الماتش، انا كنت قاعد وسط الناس وحصل. توقعت هي بس هولندا اللي جلت مني، انا قلت الارجنتين وهولندا بس. قلت المغرب وحصل. قلت كرواتيا على البرازيل وحصل. طب والمغرب؟ انا هقول لحضرتك اهو. وتوقعت فوز الثالث اللي هو كان ايه، وفرنسا على انجلترا وحصل. توقعت دور 16 والنهارده في مباراه الارجنتين انا ناشرها، انا بقول الارجنتين ستفوز على كرواتيا، فرنسا ستفوز على المغرب يمكن وقد يصل الى قرارات ترجيحيه، وفي الفاينل الارجنتين مع فرنسا، وفرنسا هي بطله كاس العالم لعام 20 اللي هو في قطر 2022. فرنسا اللي هتفوز كاس العالم. طب فرنسا هتكسب قد ايه متوقع؟ بص انا شفت بصفه عامه ممكن يكون 2-0، بس عشان ما بنسبه كبيره ما فيش حاجه 100%. بنسبه كبيره بس. بنسبه 100% فرنسا اللي هتحوز كاس العالم وفي الفاينل مع الارجنتين ان شاء الله. طب متوقع ميسي هيجيب جون النهارده ولا لا؟ ما اعتقدش بنسب. ما اعتقدش. طيب الماتش النهارده كام اخر حاجه؟ الارقام او مش حابب. لا انا بحب بصفه عامه، انا ممكن انا بوقت بس. المشكله يعني ايه؟ يعني ما بحبش اوقف لان ساعات يعني كده طبعا يعني. فبلاش التوقيت بتاع ربنا، لكن بصفه عامه لا بتوقع. هو كل ده طبعا كل التوقعات دي في ايد ربنا اكيد ان شاء الله. احنا بس فهي خليها بصفه عامه زي ما انا قلتها وهيحصل ان شاء الله. اما الارقام انا محددها بس اسمي على الله، لان لا يرد القدر الدعاء ممكن تخلف كده، هيسيبوا التوقعات كلها ويقول لك اصح ما شين قال. فانا توقعي الصحيح ان شاء الله فرنسا والارجنتين في الفاينل، وفرنسا هتحوز كاس العالم طبعا. الله اعلى واعلم في الاخر. وهنرجع نكلم حضرتك وبعد النتيجه ونشوف طبعا مع حضرتك توقعاتك كانت عامله ايه. بنشكرك طبعا. شكرا جزيلا الاستاذ. بنشكرك استاذ احمد شاهين خبير علم الفلك والابراج. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الورد.